السلام عليكم. الله يخليكم. اليوم بغيت نقول لكم عندي واحد المشكل في الإدارة. أنا خدامة في الجامعة، عندي مشكل في البوست ديالي. أنا دخلت بكاتبة وأنا داخلة من 94، الناس راهم هما كيترقاو كيدوزو امتحانات. أنا الوضعية ديالي وقفت وتبدل لي رقم تأجير وتبدل لي البوست ديالي، وأكثر من ذلك هبطوني المساعد التقني. حاولت معاهم حبيا ما لقيتش الحل. الملف دابا راه عند القضاء، وانا مطمئنة لان القضاء راه عندنا نزيه، وحنا في بلاد ديمقراطية. الله ينصر سيدنا، عاش الملك. انا كنسين دابا القضاء يعطي ينصفني. وهذا الشيء اللي جيت باش نقول لكم مشكل ديالي اللي عندي في الإدارة. تبدل لي رقم تأجير وتبدل لي البوست ديالي، وتحرمت من امتحانات الكفاءة المهنية. ودابا كنطلب من القضاء ينصفني، وكنطلب من الناس اللي بغى يساعدني. الرقم ديالي تلقاوه، وحنا في بلاد ديمقراطية، حتى واحد ما كيضيع حقه. الله ينصر سيدنا، عاش الملك. انا خدامة في الجامعة الرباط، دخلت الخدمة في 94. في الاول انا دخلت ديك الساعه انا عندي باك بلس، كنت دايره قانون ما كملتش، وعندي البكالوريا في 91. منين خدمت ديك الساعه خدمت في اطار الانعاش الوطني، دوز فيه واحد المده. وكان ديك الساعه راه عندك الحق ملي كترسم كتدخل لك ديك الاقدميه كتستافد منها في الترسيم وكتستافد منها في التقاعد. هنا الامور غاده مزيان. منين درت الادماج في 2001، في 2005 كان ترسيم ديالي، مشى القرار ديالي لعند الخازن، الفيزا ما رجعش، بقينا كنسينوه رجع. تفاجأت في 2008 دالي واحد القرار واحد اخر، تحيدات لي الاقداميه. منين جي قلت لهم علاش، قالوا لي احنا غنردوها لك بواحد الطريقه ديال تصحيح الخدمات. داروها الطريق ديال تصحيح الخدمات، بقات الامور. قالوا لي ما تحسب في الترقيه حتى تخلصي واحد المبلغ على ديك المده اللي ما كانش فيها اقتطاعات. ديك المبلغ حسبوه لي يتقطع، تخلص على مراحل. ملي كنمشي كنقول لهم واش بدا الاقتطاع، كيقولوا لي ما قبل السيستم. بقينا هكاك كنساوي حبيا. مشيت لمؤسسه الوسيط، ديك الساعه بدا الاقتطاع في 2019. من بعد مشيت المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية قالوا لي راه مشات في التقادم، وما فيهاش تقادم لأنه عاد بدا الاقتطاع وهما غاديين معايا حبيا. الوثائق كلها عندي. منين حاولت معاهم كان ديك الساعة العمدة السابق قال لهم خدموا لي القرار، خدموا لي القرار وما رسلوهش. منين مارسلوش بقيت كنبحث، وانا اكتشف راه كاين تزوير، لان لاحظت ان رقم التاجير تبدل والبوست ديالي تبدل. انا عندي جوج وضعيات تيخرجوا عندي، عندي مساعد تقني ومساعد اداري. المهم اللي حاولت ما لقيتش الحل. راني دابا حطيت الملف في القضاء، وراه المحكمه كدير البحث ديالها، وكنتظر الجواب ديالهم. وبما اننا في المغرب الحمد لله اللي كنعيشوا في سلام، الله ينصر سيدنا وعاش الملك، وكنتمنى القضاء ينصفني. دابا انا الوثائق دفعتهم للمحكمه وخليتها هي تبحث فيهم وتثبت. داكشي اللي كاين في الوثائق رانا راه كلشي حتى امام القضاء، هما تيفهموا اكثر، هما غاديين يعطيونا الحل. شحال من عام وانت خدامه؟ انا خدمت من 94، عندي 28 سنه ديال الخدمه. ودخلت عند الاستاذه العمده الحاليه اللي اسماء غلالو، وعطات الاذن تاعي باش يشوفوا الدوسي ديالي، ولكن الدوسي ديالي ما كيلقاولوش الحل. انا القرار اللي عندي فيه المشكل راه كاين سيد اللي موقع فيه، وكان سيني تفتح بحث، وداك داك من خلال داك التوقيع راه غيعرفوا شكون يخدم وكيفاش وقع، ويعطيونا شنو اللي طرا في داك الموقف ديالي. وتحرمت من امتحانات الكفاءه المهنيه. على السنين كيدوزوا ناس امتحانات كيطلعوا كراد، وانا بقيت واقفه كنسين ديك الوضعيه تقاد وما تقاداتش. دابا انا حطيت الملف ديالي امام القضاء باش ينصفني، باش تصلح الوضعيه ديالي، وما نتحرمش داكشي اللي تحرمت منه في داك الامتحانات، نستافد منه.
وتصحح الوضعيه ديالي. هادشي اللي طالبه هو منين خدمت الحمد لله، انا كنخدم كنحضر في الوقت ديالي، الرؤساء ديالي كيعاملوني مزيان، الملف ديالي نقي، ما عمر شي رئيس ديالي دار لي شي شكايه ولا هذا. لقيتها اللي وقع لي المشكل في الملف ديالي، واحد بديت كنلقى ملي بديت كنبحث بزاف، بديت كنلقى واحد الاستفزازات من واحد الموظف اللي هو اللي كيخدم القرارات. منين وليت كنلقى الاستفزازات وكنلقى الضغط، كندير انتقال لجهه اخرى وكنبقى نطالب بالحق ديالي لحد الان. انا دخلت بكتيبه، الناس اللي دخلوا كتاب، ومن ذاك الوقت راه كاين اللي محرر ممتاز وكاين اللي على حسب، راه على حسب الامتحانات كيطلع الكراد دغيا، واللي كيتمشي بالاقداميه راه هو عنده واحد المده. وانا كنتفاجئ من رجعوني مساعد تقني، منين مشيت كنسول قالوا لي احنا غنصلحوا الوضعيه، منين جاوا صلحوها مجيت جبت الوثيقه من التقاعد لقيت فيها جوج وضعيات، فيها مساعد تقني ومساعد اداري، هذه ما كايناش. انا كنطلب من الناس المسؤولين، من الناس ديال الوظيفه العموميه، من وزير الداخليه، من السيد الوالي يبحثوا في هاد الدوسي ديالي ويساندوني. هو صحيح الملف راه عند القضاء، ولكن الاداره راه حتى هي كتفهم في هاد الشيء. شنو رسالتك الاخيره؟ كنطلب حقي، ينصفوني، يعطوني حقي، داك الشيء اللي من دخلت حتى لدابا ما يزيدوني ما ينقصوا ليا. الصالير الناس فين وصلوا؟ وانا تنتخلص بالصالير ديال المساعد التقني، وانا رانا ماشي ما قارياش، رانا عندي باك بليس، ما كملتش في لافاك، كنت دايره قانون، كانت عندي ظروف، لكن هاد الشيء ما تيمنعش ان راه الانسان كيدوز امتحانات وكتكون ترقيات وكطلع الصالير ديالو. انا الصالير ديالي واقف، الوضع ديالي واقفه، بالعكس تحولات الأسوأ. رغم هاد السنوات، انا 28 سنه ديال الخدمه، الحقره، والحقره بالمعنى اللي الانسان اي واحد يسمعها ما يحس بها الا اللي داز منها. لا انسان موظف وكيخدم وكيحضر في الوقت يسولوا المسؤولين، يسولوا الرؤساء ديالي واش عمرني كان عندي شي شغب ولا شي حاجه. حتى حاليا لا مع رؤساء المصالح ديالي دابا، لا مع السيده العمده، لا ما عنديش مشاكل، الا فاش كنت كنطالب بالوثائق ديالي اللي كنلقى شويه ديال الحقره وما كيمنعوني باش ما نوصلش لعند العمده، لا العمده السابق لا العمده الحاليه، ولكن كنحاول باي طريقه حتى كنوصل باش نوصل لصوتي. وملي كيشوفوا الملف ديالي راه كيلقاوه فيه، تلقاوه ماشي هو هذاك. دابا الملف ديتو القضاء وراه في المحكمه، كنساين هي راه هما كيديروا البحث ديالهم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.